انت بتألفي اغانيكي؟ ومؤلفه كتاب كمان. بالظبط، عايزين فعلا كتاب نتكلم عنه. انا يعني معظم الاغاني انا الكلمات والالحان، لكن في شعره معينه فاهميني، فاهمين دماغي، ماشيين على نفس اللاين بتاعك. طب احكي لنا عن الرحله بقى. استاذ مصطفى عبد العزيز. ايوه. انا متخيلاكي وانت قاعده كده بتلحني على جيتار، على اورج، على ايه بتلحني؟ على ايه؟ عود؟ على ايه؟ هنا. لكن ما عندكيش اله معينه بتبداي تدندني عليها؟ بالظبط، انا بحب البركاشن، طبله والحاجات دي مودي قوي. لكن البيانو مش حافظه غير كوردين، فساعات بلحن عليهم، لكن بلحن معظم الوقت في دماغي يعني. اوكي. احنا عن رحله بقى. ايوه، عشان الوقت ما يسرقناش. رحلة. ايوه. حلوة قوي، ميرسي قوي. انتوا شايفينه ايه يا جماعة؟ بصمة. انا شايفاه ان هو اتس ثم. اوكي. انا كمان بصمة. انا شايفاه ميز. واو، برافو عليكم. هو الاثنين مع بعض بجد. بصمة صباع. بالظبط. متاهة بالعربي. متاهة. بالظبط. هو الكتاب بيتكلم عن رحلتنا جوه نفسنا وفي الحياة عامة، فهي بصمتنا كبني أدمين في الحياة وجوه نفسنا، ورحلتنا أو المتاهة لحد ما بنوصل. فعشان كده في سهم في الأول وسهم في الآخر، وفي قلب إنه دايما يعني نكون بنحب نفسنا وسط الرحلة دي، وبنحب اللي حوالينا. إيه فكرته بقى الكتاب؟ وسط الرحلة. هو كتاب تفاعلي، والكتاب ده هتلاقوني بسألكوا أسئلة جواه. سوري. يعني مثلا هتكلم عن الخلوة مثلا، فهتلاقوني هنا في الصفحة دي بتكلم عن عادتنا مع نفسنا وأهمية عادتنا مع نفسنا. سوري. وازاي بقى هنا في الصفحة اللي بعدها بسألكوا أسئلة، فبسألكوا أسئلة انتوا بقى تجاوبوا. هنملى بقى الصفحة دي. هتملوا الصفحة دي، فزي جورنال او كتاب يعني، مذكره بكتب فيها مذكراتي وبتفاعل فيها عن. لكن ما بتقوللناش كونكلوجن، ما بتقوللناش في النهايه الخلوه عباره عن ايه، ما بتقوللناش انطباعك انت عن الاجابات او الاجابه النموذجيه من وجهه نظرك انت في يعني الكتاب. في حاجات بقول الاجابه النموذجيه من وجهه نظري، وفي حاجات بسيبها كده بحس ان للمتلقي. بتكون تجربه فرديه مثلا، فممكن اتكلم عن المسامحه، فانا تجربتي عن المسامحه غير مثلا تجربه اي حد فيكم. لكن الاسئله هي بقى اللي بتوصلكم للاجابه. طب انتوا ايه فكرتكم عنها؟ طب سامحتوا حد قبل كده؟ طب هتلمي الاجابات ازاي بعد ما انا قايله لكم بقى. يعني هنا يعني حتى زي هاشتاج كده، فاول حد يحب ان هو يشارك اجاباته يبعت لي، ونجمع بقى ده كله في الهاشتاج ونتفاعل فيه مع بعض. وانا لسه ما عملتش حفله توقيع على فكره، فعايزه لما اعمله عزمكم طبعا. اكيد. وعايزه انه الناس بقى تشارك تجربتها لو حبوا. انا مثلا في العلاقه كذا عملت كذا بس الكتاب الفكره نفسها مش هتكتمل غير لما كلنا نشارك فيه. صحيح. فاهم قصدي؟ يعني هو كتاب في تجربه فعلا، هو كتاب تفاعلي زي ما بتقول. يعني ليه كاتب يفكر في ان هو يكتب كتاب بالطريقه دي؟ دايما الكتاب بيبقى عندهم خلاصه، رؤيه، فكره، قصه. لكن انت كنت عايز تعملي ايه من خلال الكتاب ده؟ لانه ده اسلوبي عامه في الحياه، سواء كان في الغنى او في قعدتي مع اصحابي او في قعدتي مع اهلي، انه بحب اقول رايي بعدين اسمع الراي الاخر، فاحنا الاثنين نملى بعض اراء ونوصل لحاجه اصلا ثالثه جديده يعني. دايما سبحان الله بذره التفاعل دي بتخلي الشخص دايما بعد ما بيمشي، سواء كان من القعده او من الكتاب او من الاغنيه، يفكر. صح. فده هدف. اهم حاجه انت عايزه الناس تفكر، الناس محتاجه تفكر، تستخدم دماغها. وده بينطبق حتى على مشروعها الغنائي وعلى اغانيها يعني. طبعًا. مي ايه اللي جاي؟ شفت مي ايه اللي جاي ده؟ ايوه حلوه. مي ايه اللي جاي؟ رايمنج. اعمليها بودكاست. بودكاست. ايه ده؟ حلو. يا بنتي بيبقى فلوس. افكارتي بفلوس. نهار ابيض. طب قول للزملاء. اي خدمه. الزملاء قول لهم افكار. اي خدمه. لا 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 ماشي. حقوق الفكريه. ايه اللي جاي يا